طاقتك عزيزي لهذه القراءة، أنت في موقع قوة وسيطر على النفس ومتحكم بأعصابك وبعواطفك ومشاعرك، فأنت ربما قد وقعت في حب شخص ما وأنت الآن لا تريد أن تظهر له مشاعرك وتحافظ على قوتك، وربما كنت مريض في مرض معين وأنت الآن مسيطر على هذا المرض وقوي وفي وقت قوة ونجاح، أو ربما كنت تعمل عمل ما وأنت الآن مسيطر على هذا العمل وناجح به. أنت ترى هذا الحبيب بأنه قد قطع معك العلاقة وابتعد، ربما هو في وقت نجاحات ومهتم بأعماله أيضا. هذا الحبيب هو في علاقة زواج، وهذا الشخص هو من عائلة ثرية من أصول ثرية، ربما كان أبا عن جد، هذا الشخص ثري وعنده استقرار مادي كبير، وهو يعيش الآن ضمن أسرة وعائلة، وقد قطع معك العلاقة وأنت مسيطر على هذا، على عواطفك ومشاعرك تجاه هذا الشخص. أنت أكيد بأنك تحبه وأنت تراه شيئا جميلا، ولكنه هو من قطع معك العلاقة، ولكنه هذا الشخص حزين ويفتقدك كثيرا، حزين لفراقك ويفتقدك كثيرا ولا ينظر إلى فرص أخرى، هو ما زلت في باله، أنت ما زلت في باله، لكنه هذا الشخص مستقر في عائلة، وعنده ربما يكون قد حصل على ولد جديد، على أو ربما كان في بدايات جديدة أو في عمل جديد، في دراسة جديدة، بدأ في دراسة جديدة، هو في وقت نجاحات، هو إنسان خائف وحزين ومهموم ومكتئب، ربما كان قد تعرض لمرض ما أو لسجن أو لأي شيء في حياته أو لعلاقة عاطفية خاسرة سببت له الكآبة والحزن وسببت له عدم الثقة في أي شخص يمر في حياته. الأبراج التي معنا في هذه القراءة هي برج السرطان وبرج الحوت وبرج القوس وبرج الثور وبرج الأسد وبرج العذراء مرة أخرى. لنأخذ نصائح من الرومانس إنجل والطاقات، طبعا الهوائية المائية الترابية والنارية ظهرت لنا جميع البطاقات، لكن هذه القراءة تظهر لي بأنها يغلب عليها الطابع العاطفي. يبدو بأن بينكما مشاعر قوية مع هذا الشخص. لنأخذ نصائح من الرومانس إنجل. تقول لك هذه البطاقة ثقة، هذا الوقت يدعوك إلى الإيمان، ربما كانت بينكما قلة ثقة أو عدم ثقة أنت وهذا الشخص، أو ربما كنت في علاقة أخرى قبل هذه العلاقة وقد حصلت بينك وبين هذا الشخص الذي كنت معه مشكلة وقد عدمت الثقة بأي شخص آخر. تقول لك هذه البطاقة بدعائك ستجلب ما تتمناه لنفسك. ادعي من الله لكي تحصل على ما تريد، إذا كان هذا الشخص ما تريده أو إذا كنت تريد شخص آخر، فأنت بدعائك ستحصل على الشيء الذي تريده. تقول لك هذه البطاقة حاول الاستفادة من أخطائك وقم بإصلاحها ولا تكررها.
بطاقة أخرى تقول لك: راعي مشاعر الآخرين واترك دائما أثرا لكلمة جميلة. فأنت بطبعك برج الميزان إنسان رومانسي وحساس وشاعري، وكلامك جميل وموزون. طاقتك لهذه القراءة، أنت قد قررت في هذه الفترة وفي هذه الطاقة، وعزمت على أن تنهي هذه العلاقة وتخرج من هذه العلاقة بصمت، لأنك ربما وجدت بأن هذه العلاقة قد أتعبتك، أو بأنك لم تجد بها ما تصبو إليه. ربما وجدتها بأنها علاقة غير مناسبة لوضعك، وأنت قررت الابتعاد عن هذا الشخص. طاقة هذا الشخص هو مليء بالحب، هو يحبك لدرجة كبيرة، وليس حب لك فقط، بل هو شخص يحب جميع كل الناس، يفيض بمشاعره وعواطفه وإنسانيته على كل الناس، وهو يريد أن يعطيك من هذا الحب الفائض الشيء، شيء ما. هو في طاقة حب كبير هذا الشخص. أنت مشاعرك تجاه هذا الشخص بأنك محتار، أنت محتار في أخذ هذا القرار. هذه الفترة تجلس مع نفسك وتحاول أن تبتعد عن هذا الشخص كما ظهرت لنا في الطاقة، وابتعدت بالفعل عن هذا الشخص، وأنت ما زلت تفكر به ولم تحسم فقط حتى الآن القرار إن كنت تريد أن تكون مع هذا الشخص أو أنك تريد أن تخرج من هذه العلاقة. ربما كان في هناك في اختيار آخر أمامك، وأنت تحاسب نفسك وتسأل نفسك وتحاول أن تفتح عينك الثالثة، ولعلك تجد الإجابة للشيء الذي يحيرك عن هذه العلاقة. ربما أنت في وضع اختيار قرار، تريد أن تأخذ قرار ولا تعرف ماذا تفعل. أنت تجد بأن هذا الشخص يحبك جدا ومعجب بك لدرجة كبيرة، ولكنك ربما كنت في علاقة ثانية أو مع شخص آخر، أو ربما كنتما في علاقة كراش، وأنت الآن محتار بين هذا الشخص وبين شخص آخر قد تكلم معك أو كنت معه في الماضي. الحبيب مشاعره تجاهك هو يحن إليك جدا. إذا كنتما منذ زمن طويل في علاقة ماضية، أو كنتما في زواج، أو قد كانت بينكما أطفال، فهو يحن إلى الرجوع إليك ويحن إليك ويريد أن يكون معك في هذه العلاقة. وإذا كنتما في علاقة جديدة، هذا الشخص يحبك جدا ويشعر وكأنك توأم لروحه، ويشعر بأنه يعرفك من حياة سابقة. هو جدا يحبك هذا الشخص، وعنده مشاعر فياضة بالنسبة لك، ولكنك أنت المتردد والمحتار في هذه العلاقة، أنت لا تعرف ماذا تريد. هو يراك هذا الشخص بأنك إنسان، ربما أنت متمسك بماديتك، ربما أنت عنيد فقط، هذه أكثر احتمال، أنت خذوا الاحتمال الذي يناسبك. ربما أنت عنيد أو بخيل في عواطفك، ليس بالضرورة أن يكون هذا الشخص بخيل في ماله، ربما يراك بأنك بخيل بعواطفك وكلامك، وأنت متباعد عنه ولا تريد أن تظهر أي مشاعر، أنت تكتفي فقط، يراك بأنك أنت مكتفي فقط بالمراقبة وبالابتعاد من المراقبة من بعيد، والكلام إذا كان بينكما كلام خفيف من بعيد لبعيد، أنت هو هكذا يراك. إذن هو يحن إليك ويحبك جدا، ولكنك أنت من قررت أن
تبتعد عن هذا الشخص. نوايا هذا الحبيب، هو يريد أن يكون معك في علاقة، هو يريد أن يقدم لك كأس الحب، ويريد أن يعبر لك عن حبه وإعجابه الكبير بك، ويريد أن يكلمك بكلام رومانسي وبكلام جميل وحب ومشاعر صادقة، وهذا الشخص قلبه مفتوح بشكل كبير للحب. هذا الشخص جدا إنسان عاطفي، وهذا يظهر بأنه احتمال كبير بأنه يكون هذا الشخص من الأبراج المائية، فهي أبراج عاطفية جدا، احتمال كبير بأنه قد يكون برج الحوت. خطوته القادمة لهذا الشخص، هو يريد أن يقدم لك عرض، يود أن يقدم لك عرض مادي، عرض استقرار، عرض بأن تكون معه في علاقة، يود ويحزن عندما يذكرك، عندما يتذكر ما كان بينكما إذا كنتما في علاقة ماضية، أو هو إذا كنتما في علاقة جديدة هو يتمنى أن يقول لك بأنه يريد أن يكون معك في علاقة مستقرة. هو هذه خطوته القادمة، هو يتمنى أن يقول لك بأنه، أو يريد أن يقول لك بأنه يريد أن يكون معك في علاقة واضحة وثابتة وراسخة، ويقدم لك ما يكنه له لك من مشاعر كبيرة. هذه العلاقة سيكون بها كارما. إذا كنت أنت أيها الميزان كنت قد أخطأت بحق هذا الشخص، فهذه العلاقة ستعود عليك، سيخرج من هذه العلاقة وأنت ستندم على هذا الشخص، أو ربما سيقول لك، ستكون بينكما مصارحة ووضوح وكلام ومعاتبة كبيرة، وتضع بينكما الحق والباطل، وتجلس مع بعضكم يحكي كل واحد منكم عن الشيء الذي يريده. هذه هي نتيجة العلاقة، احتمال كبير بأن هي ستكون بينكما مصارحة وكلام واضح وصريح. ماذا يريد هذا الشخص وماذا أنت تريد، ولماذا خرجت من هذه العلاقة، وما هي أسبابك؟ هذه البطاقة تدعوك إلى أن تدعي. أنت محتار عزيزي برج الميزان، أنت في حيرة كبيرة ولا تعرف ماذا تريد. أتريد هذا الشخص أم تريد شخص من الماضي؟ أنت لا تعلم ماذا تفعل. تقول لك هذه البطاقة: ادعي دعاء من الله واطلب، وهو سيحقق لك ما تريد، وهو سيحقق لك ما تريد. وهذه تقول لك قلة ثقة، احتمال بأنك غير واثق بهذا الشخص، أو غير واثق أصلا بالعلاقات العاطفية بشكل عام، لأنك ظهر لنا في الطاقة العامة بأنك قد تعرضت لموقف ما في حياتك، لعلاقة حب فاشلة، وقد ما زلت متأثر بهذا الحب الفاشل الذي ظهر في حياتك حتى الآن. لا يوجد عندك أي ثقة بأي شخص ما في الحياة، وهذا شيء خاطئ. أنت تنهي حياتك بأشياء، ربما أنت عندك علاقات متعددة، ربما أنت تحاول أن تعيش حياتك في هذه الفترة، ربما فقط تقضي حياتك، مهتم بأعمالك، مهتم بمشاريعك، مهتم بدراستك، مهتم بحياتك يوما بيوم، متعدد العلاقات، تكون في علاقات كثيرة ولا تريد الالتزام في علاقة واحدة. هذه النصيحة لك،
أن لا تكون في هذه الطاقة. إذا كنت تريد أن تحصل على السولميت الذي تتمناه في حياتك، فيجب عليك أن تخرج من هذه الطاقة، ولا تكون متعدد العلاقات، وانتبه لشخص واحد، واهتم بشخص واحد، اهتم. هناك كثير من الناس يحبونك وأنت لا تنظر إليه، هذا الشخص يحبك جدا، أعطي فرصة لهذه العلاقة، ربما تكون بينكما فرصة كبيرة. حاول الاستفادة من أخطائك. إذا كنت قد أخطأت في الماضي مع الشخص السابق، وكانت بينكما أعطيته ثقة كبيرة وقد غدر بها بك، ليس بالضرورة أن يكون جميع الأشخاص بنفس هذه الطباع. فإذا كنت قد أخطأت، حاول، أو أخطأت بحق هذا الشخص، حاول إصلاح ما أخطأت بحقه، وتكلم بكلام جميل معه، تكلم من قلبك مع هذا الشخص. هذا الشخص يحبك ويستحق منك أن تعطيه ولو جزءا قليلا من عواطفك. راعي مشاعره، هو يحبك ويهتم بك، وهو إنسان شخص حنون وعاطفي جدا، ويريد معك علاقة جميلة. شكرا لكم أصدقائي على هذا.